عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم جوله في واحد المحل ديال البليغات. بالنسبه لهذا المحل اللي سميتو شيك حريم واللي كاين في انزكان، اللي جا بالضبط حدا القيصريه ديال النصر، واللي ديجا شاركتو معكم في القناه اللي كيبيعوا بليغات زوينين. وبالنسبه لهاد البليغات هما اللي كيسيبوهم وعندهم لاتولي ديالهم. وبالنسبه للموديلات اللي عندهم في البليغات يعني خاصين بهم هما اللي كيصيبوهم، وما غادي تلقاوهم حتى شي بلاصه اخرى ولا حتى شي محل اخر. وبالنسبه للموديل اللي كيكون عندهم مثلا وكيسالي لهم راه ما كيعاودوش يصيبوهم، يعني كل مره كيخرجوا الجديد، كل مره كيصيبوا الجديد. وبالنسبه للبليغات اللي عندهم، عندهم ديال العيالات وعندهم ديال البنات صغار وعندهم حتى ديال الرجال. بصراحه الخدمه ديالهم زوينه، والكاليتي ديالهم، الجوده ديال البليغه ديالهم زوينه. غادي نحط لكم لاكارت فيزيت ديالهم في الفيديو باش تشوفوا العنوان بالضبط فين كاين، ويعني النمره التليفون ديالهم، عندهم انستغرام اللي بغى يتواصل معاهم. وهنايا غادي نخليكم مع تتمه ديال الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش ليا الكومونتيرات، واخا يكون غير شي وريضات، وما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو مع صحاباتكم وعائلتكم. صراحه هذا المحل هذا زوين ويستحق بانه يتبارطاجا. ونخليكم مع تتمه الفيديو حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.